وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طبعا الكلام ده بعد ايه؟ بعد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الآيات دي فيها بيان القضاء والقدر بكل وضوح، وان التذكير بقضية الربوبية اللي ما فيهاش سؤال عما يفعل، اللي ما فيهاش اشمعنى، اشمعنى بقى في ليل ونهار، واشمعنى بقى في ذكر وانثى، كذلك ما فيش اشمعنى لماذا جعل السعي شتى. بس لما ذكر السعي ذكروا منسوبا اليهم، وذكروا بعدها مفصلا باسباب هذا الامر، قال ان سعيكم، يبقى السعي هو فعل الايه؟ العبد. شتى متفاوت، فقسمه فريقين. فأما من أعطى واتقى، دي أفعال مين؟ العباد، فالصالحين الصالحين. وصدق بالحسنى فسنيسره، ذكر هنا فعل الرب التيسير لليسرى. يبقى في علاقة بين أسباب ونتائج. العباد منهم أسباب، منهم فعل العطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، والله ييسر من فعل ذلك لليسرى. وأما من بخل، البخل فعل العبد، واستغنى التعالي، الاستغناء عن شرع الله عز وجل وأوامره، الاستغناء عن الله نعوذ بالله، وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة بالجنة، فسنيسره للعسرى، سيسلك الله به طريق زائد. هناك فعل من الله. طب العطاء والتقوى والتصديق والبخل والاستغناء والتكذيب، هي دي مش برضو مش بتيسير من الله؟ اه صحيح، ما هو هنا ذكر النتائج التانية، في اسباب اولانية ترتبت عليها نتائج اللي هي فعل الرب عز وجل، والنتائج دي ترتبت عليها نتائج تانية، انها كانت سبب نتائج تانية. يعني التيسير من الله لليسرى هيتأثر عليه ان واحد ينتج عنه ان العبد ده هيخش الجنة، والتيسير للعسرى هينتج ان العبد ده يقع في الايه؟ في ان يخش النار، لان النار هي اللي فيها اسباب العسر. والكلام ده بقدر الله. طب والاولانيين؟ بقدر الله ايضا. طب ليه؟ إن أول الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. معانا؟ خدتي بالكم إزاي؟ يعني هنقول لك طب ليه ده؟ أنت وفقته للإيه؟ للعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، والتاني خليته بخيل ومستغني ومكذب بالحسنى، وكل شيء وضعه في إيه؟ في موضعه. طب وضعه في موضعه، طب إشمعنى ما خلاهمش كلهم كويسين؟ الله، أنت ما تسألش ليه كلهم؟ ليه في ليل ونهار؟ وليه في ذكر وانثى؟ حكمه بالغه. رب لا يسال عما يفعل. بنقول ان هذه الايه فيها الرد الصحيح على السؤال المشهور: هل الانسان مسير ام مخير؟ ان نقول هذا السؤال بهذه الطريقه خاطئ. عشان كده الاجابتين دول مسير مخير موجودين في القران؟ لا. موجودين في السنه؟ بقى تبقى قضية في منتهى الخطورة زي قضية القضاء والقدر. هتبقى الإجابة الصح مش موجودة في الكتاب ولا في السنة؟ لا، أنا قصدي إن الإجابة بتاعت كده أو كده يبقوا إجابة إيه؟ غلط. عشان في البعض يقول لك لا الإنسان مخير، مش مطلقا. وبعدين يقول لك لا الإنسان مسير، برضه مش مطلقا. علشان مطلقا دي أو مطلقا دي بتلغي التانية. ما انت تقول كده اهو، مسير ام مخير، الاثنين ايه؟ عكس بعض، ضد بعض. هو في الحقيقة ان كل واحدة فيها من التانية ايه؟ حتة. وعشان كده الصح ان الانسان ميسر، لا مسير ولا ايه؟ ولا مخير. يبقى اذا ما تلزمنيش باحد اجابتين الاثنين غلط بدينهم ما وردوش في الكتاب والسنة. ما وردش ولا مرة في القرآن ان الانسان ايه؟ مسير، ولا مرة ان الانسان ايه؟ مخير. يبقى الاثنين دول مش الصح انه يستعملوا في الباب ده اصلا، لكن ورد التيسير مش كده؟
تيسير لليسرى وتيسير للعسرى. عشان كده بيقول ان السؤال بالطريقه دي غلط. كمان يسال 4 و5 10 ولا 8 5 و5 9 ولا 11 ولا دي ولا دي، ده بين الاثنين. فنقول كلا الجوابين خطا، بل هي 9. فبنقول ليس مسير ولا مخير، بل هو ميسر. وانت كده بتنفي الاختيار. ما لو كنت نفيت الاختيار كنت قلت ايه؟ مسير، ماشي كده؟ لو نفيت الإرادة. طب وانت كده بتثبت بتنفي القدر، ما لو كده كنت قلت مخير. الاعتراض على الاعتقاد المتضمن في اللفظ. ما احنا ما هو من شاء فليؤمن تدل ان في إرادة ومشيئة، ومن شاء فليكفر، ومن يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم تدل ان في مشيئة ربنا. ولمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين تدل على التيسير. فأنت ما تقوليش هتاخد آية، هو بقى ده اللي بنعترض عليه في الخوض والقدر كده، ياخد آية ويسيب التانية. واحد يمسك فمن شاء في الأمم من شاء فليكفر، يبقى مسير، يبقى قصدي مخير. والتاني يقول له من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم، يبقى مخير يبقى مسير. طب انت بتضربوا الاثنين من بعض، ولا عايز تفهم الايه دي في ضوء الايه الثانيه كمان؟ مشيئه العبد موجوده، ومشيئه الرب فوقها، ما لغتهاش. مشيئه العبد سبب او جزء سبب، قدره العبد موجوده مش معدومه، رغم انها مخلوقه، رغم انها كانت عدم وهتصير للعدم، لكن لما في النص بين الاثنين اثناء مرحله الوجود كانت موجوده، مش كده؟ وترتب عليها نتائج قدره العبد. بص للعيل الصغير، بص تلاقيه ما عندوش قدرات. وبعدين تاملوا كده، تامل نفسك وانت كنت صغير خالص، كان تفكيرك في ايه؟ قدرتك العقليه، قدرتك الحركيه، قدرتك التدبيريه، قدرتك السمعية والبصرية والكلامية. وبعدين حصل ايه؟ نمت تدريجيا لحد ما بقيت زي ما انت، وبقيت بتتصرف. على فكرة نسبة كبيرة من الموضوع مش تبعك، الذكاء. الذكاء ده انت مولود بيه، لما تكون من يوم البويضة اتلقحت وتكونت الجينات اللي موجوده بتطلع نسبه ذكاء معينه. الله، يعني احنا مالناش لازمه بقى؟ لا، انت ليك لازمه بدليل انك بتفكر دلوقتي. على قد ما خدت على قد ما هتتحاسب. ولذلك الطريقه بتاعت الاهل البدع ضرب القران بعضه ببعض، اما طريقه اهل السنه هي جمعها لك والايه واضحه تماما. لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت مشيئة العبد، ثم جعلها تحت مشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذكر الربوبية، لأن هذه مقتضى الربوبية، إن مشيئته هي النافذة، إن مشيئته تجعلك تشاء. طب يبقى أنا ماليش ذنب؟ لا، ليك ذنب إذا عملت المعصية. طب مش هو اللي خلاني أعملها؟ هو خلاك تعملها غصب عنك ولا خلاك تعملها بمشيئتك؟ جعلك تفعلها بمشيئتك وبقدرتك، وجعل لك عقلا تدرك به، وبلغك الشرع، وأقام عليك الحجة. يبقى أنت تقول أنا ماليش دعوة، أنت عايز تلغي كل ده. وعلى فكرة الحاجات اللي هتحاسب عليها هي دي. ألم يأتيكم رسل منكم، الشرع جالكم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم. انت تحاسب على ذنبك، على اللي انت عملته بارادتك. على وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا الظلم. قال عز وجل كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير، بلوغ الشرع. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا حتى إذا جاءوها فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير،
هما بيحاولوا يحتجوا بالكلام ده ايه، بيقولوا ان احنا ما كانش عندنا سمع ولا عقل، مع ان كلمه بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا، لانهم سمعوا ليه النذاره وعقلوها مش كده؟ يبقى انتوا حرمتم السمع النافع والعقل النافع، مش اصل الحاسه. قال عز وجل: حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين، مكتوب علينا. احتجوا بايه؟ بان مكتوب علينا، حقت كلمه، وجبت كلمه العذاب على الكافرين. تقبلت منهم؟ ما تقبلتش. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فعلكم هو اللي دخلكم، عشان انتوا تكبرتم. خذوا القرآن يوضح لنا الموضوع تماما. عشان كده بنقول الإنسان ليس إنسان مسيرا، بمعنى لا إرادة له ولا اختيار، وليس مخيرا بمعنى أنه مطلق في الاختيار، لا سلطان لله على قلبه ومشيئته، بل كل من الجبر المطلق والاختيار المطلق باطل. فالجبر طعن في التشريع. ولو احنا مالناش دعوة بحاجة، لو احنا لا دخل لنا بأفعالنا، يبقى ازاي حضرتك هتسأل؟ يبقى التشريعات دي مالهاش معنى. عشان كده بقول لك الملحدين قالوا كده، لو هو رب هيبقى هو اللي قدر المخلوقات، ولو كده يبقى ازاي امرهم وانهاهم؟ عشان كده بقول لك ان القول بالجبر طعن في التشريع. ولكن قضية القضاء والقدر انه هو رب خلق الافعال، بس الاسباب والوسائط. الاسباب والوسائط دي ايه؟ قدرة الإنسان وإرادة الإنسان وعقل الإنسان والشريعة اللي بلغتها الرسل، دعوة الرسل، الحجة التي قامت عليهم. يبقى لما يجي يقول ماليش دعوة، نقول له لا ليك دعوة اهي قد كده. الحبة اللي انت خدتهم هتتسأل ايه عليهم. انت لا تسأل عما لا قدرة لك، ما بتسألش انت لونك طلع كده ليه، انت طويل كم سنتي 170 ليه، كنت خليتهم 180 كنت تطلع تشوف على احسن شويه، كنت تقصر شويه عشان ما تخبطش في الحيطه، عشان نوفروا المساكن، نخلي السقف ايه قليل. حد يقول لك كده؟ ما حدش يقول لك كده، لانك لا دخل لك بايه بمثل هذا. انت طلعتي حلوه ليه؟ انت طلعتي وحشه ليه؟ والله والله ده حاجه بتاعت ربنا، مش هتتسال على دي، انت هتتسال انت عملت خير ولا شر بارادتك، على قد ربنا اعطاك، بقدرتك على ربنا ما اعطاك.